مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. النشره باش نحكيو فيها على اخر استعدادات الترجي النجم والافريقي للمباريات نهايه الاسبوع في المسابقات الافريقيه. باش نحكيو فيها على الفريق اللي ملعبيتو اضربوا على التمارين 3 ايام قبل المباراه وغادروا مأقر الاقامه. نحكيو على عروض لصدق الدبشي، وباش نحكيو زاد على موضوع يثير الجدل في مصر اللي هو اهتمام واحد من الفرق المصريه، الاهلي المصري، مش واحد من الفرق المصريه، حقيقه اهتمام الاهلي والترجي زاد باللاعب الاتحاد الرياضي المنستيري هشام بكار. ولكن البدايه بالمسابقات الافريقيه. الموعد نهاية الأسبوع هذا مع أولى جولات مرحلة المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية. ترجي يواجه النجم الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيراتس، مباراة نهار السبت 5 متاع العشية. التذاكر الخاصة بالترجي مازالت تتباع في شبابيك المنزه 9/5، وهي تذاكر خاصة بمدارج البلوس فقط، تتباع غدوة وبعد غدوة 20 دينار سعرها. تذاكر الإتوال، تذاكر جماهير النجم مخصصة فقط لأصحاب الاشتراكات، يعني عندهم ليزابونمون هما اللي عندهم الحق يشريوا التذاكر مع ضرورة الاستظهار بالاشتراك. السعر متاعهم 30 دينار ويتباعوا غدوة في مسرح سيدي الظاهر أبرتير من 10 متاع الصباح. بالنسبة لتحضيرات الزوز فرق الترجي، واصل التدريبات في الحديقة باء للحصص التدريبية دون حضور جمهور. أسامة بوغرة ومحمد بن علي وغيلان الشعلالي موجودين مع المجموعة. يوسف أومارو باش يغيب، ورودريغو رودريغيز المشاركة نتاعو غير مؤكدة في المباراة هذه، مازال ما تمثلش إلى الشفاء. النجم الرياضي الساحلي يغيب عليه زوز ملعبية، ثم إلى سي دي بي لعقوبة الإنذار الثالث، والحارس علي جمال اللي عنده إصابة. في المقابل بقية المجموعة كلها موجودة على ذمة المدرب عماد بن يونس، وبعث الفريق بعث الإتوال جي غدوة لتونس. ومادام حكينا على الترجي الرياضي التونسي، زوز فرق مهتمين بخدمات الحارس صدقي الدبشي. نحكيو على فريق نادي الزمامره المغربي يلعب في البطوله برو هذايا في الدوري المغربي، ونادي الكوكب النشط في الدرجه الاولى السعوديه. كنقولوا الدرجه الاولى السعوديه يعني الدرجه الثانيه في تونس، هذه المعلومات اللي خذتها موزايكا فام. وزوز فرق مازالوا ما تقدموش بعروض، ولكن مهتمين بصدقي الدبشي، من المنتظر كونهم يقدموا عروض رسميه في بدايه الميركاتو الشتوي القادم. في كأس الكونفدرالية الإفريقية، نادي الإفريقي واصل تحذيراته لمواجهة الدريمز أف سي. المباراة هذه نهار الأحد مساء 2 في ملعب حمادي العقربي بيراتس. تمارين اليوم في النادي الإفريقي شهدت عودة المتوسط الميدان اللي كان مع منتخب بلاد وغينيا الاستوائية، نحكيو لهنا على فيديريكو بيكورو. وغدوة الفريق يتحول إلى مدينة الحمامات ويدخل في طرابلس باش يتدرب في ملعب بير بوراقبة. التذاكر مازالت تتباع في شبابيك الشادي زويتن غدوة من 9/5 متاع العشية، ونهار السبت في شبابيك المنزه وقعت بوهيما رادس. الأسعار 20 30 40 و 60 دينار. بخلاف المسابقات الإفريقية، الموعد باش يكون نهاية الأسبوع الحالي مع مباريات الرابطة المحترفة الأولى. الجولة 11 في الجروب A نهار الأحد، القوافل الرياضية بقفصة تستقبل الملعب التونسي مساء 2 متاع العشية، والمباراة هذه منقولة على الوطنية. ثاني اتحاد رياضي بن قردين يواجه مستقبل سليمان في نفس اليوم ونفس التوقيت. وفي المجموعة الثانية نهار السبت مساء 2 النادي الرياضي بن زرتي يستقبل في 15 أكتوبر فريق مستقبل يواجه مستقبل المرسى، والسي اس اس تلعب ضد نجم تلوي مباراة مقولة على الوطنية الأولى. ونهار الأحد لو يسمو تلعب ضد الاتحاد الرياضي بتطاوين هذه في الجروب بي ماضي ساعتين. مادام حكينا على الاتحاد الرياضي بتطاوين، وحسب مراسلنا في الجهة حبيب الشعباني، فإنه لاعبو الاتحاد الرياضي بتطاوين غادروا اليوم مدينة تطاوين ورفضوا التدرب لأنه ما حصلوش على مستحقاتهم المادية اللي كانت وعدتهم بها الهيئة. وذاك علاش 3 أيام قبل المباراة يلقى روحه المدرب وحده اليوم في التيران، من غير ليزونترمون، من غير الملعبية، من غير حتى اللي روحوا غادروا مدينة تطاوين بعد ما خذاو برشا وعود من الهيئة المديرة من أجل خلاص من أجل الحصول على مستحقاتهم، ولكن الهيئة ما أوفتش بوعودها. هذاك علاش غادروا مقر طرابلس. موجود كان وجدي بوعزي في مدينة تطاوين. أعلنت الهيئة المديرة الملعب التونسي اليوم عن تمديد عقد المدافع الأيسر للفريق نضال الليفي حتى جوان 2025 بعد ما كان يوفى في جوان 2024، وهكا هذا ثالث أو رابع لاعب يمدد عقده مع ستاد تونيزيان. نحكيو على حمزة خضراوي، هيثم الجويني، بلال المجري اللي عقودهم توفى في جوان 2025، بالإضافة للاعب الجديد اللي نحكيو عليه نضال الليفي اللي جدد عقده اليوم. يعقد الاتحاد الرياضي المنستيري او سوسيوس اللي يسموه حاليا اجتماع في احد نزل المنستير. الاجتماع هذا شنو اللي صار فيه؟ وباش نسالوا زاد على موضوع هشام بكار، ناخذ المعلومه من مصدرها من عند مراسلنا سامي اسطنبولي موجود في القاعه اللي يتم فيها الاجتماعات. سامي مرحبا بك. مرحبا بك احمد، مرحبا بك المستمعين. بالفعل نظمت جمعيه سوسيوس المنستير الليله في
أحد نزول بستانس في جهة المنستير، معناها سهر الدعم لخزينة الجمعية الاتحاد المنستيري، وبالخصوص أحمد لتجديد عقد ثنائي بشير بن سعيد وبوبكر التراوري. هذا الهدف من جمعية سوسيوس الليلة. سألتني أحمد على بوبكر التراوري وعلى هشام بكار، حسب رئيس الهيئة التسييرية أمير الحزم فإنه الاهتمام موجود بالنسبة للثنائي هذا من قبل الترجي وأيضا من قبل الفريق المعروف الأهلي المصري، لكن لحد اللحظة ما زال ما فماش مفاوضات رسمية بين الزوز أطراف. واضح هو، لكن خلينا نفسر لك حاجة سامي. يمكن الاهتمام موجود صحيح، ولكن الأهلي المصري مثلا يزمو يخرج ملاعبي في الميركاتو الشتوي القادم قبل ما ياخو هشام بكار، لأنه عمره 22 سنة فوق الفئة السنية، فوق العمر متاع 21 سنة، وعنده 5 ملاعبية محترفين. ومعلومة أخرى زادت تخص الأهلي، كنا في اتصال منذ قليل مع واحد من المقربين من الهيئة، المدير الأهلي المصري، الحقيقة ديما معلوماتهم صحاح، هما عندهم برشا مقربين من الهيئة، يقول لك اللي راهو علي معلول باش يجدد العقد نتاعو. هشام بكار أرير جوش وأكسيال يمكن يخمو في المستقبل، ولكن سامي باش ياخذوا هشام بكار يلزمهم يسيبوا واحد من الملاعبية في الميركاتو الشتوي. نعاود نذكر بالمعلومة اللي كان قالها لنا منذ قليل سامي اسطنبولي، اهتمام الترجي الرياضي التونسي بهشام بكار، وأيضا الأهلي المصري، والأهلي يلزمو يبيع ملاعبي قبل ما ياخذ هشام بكار. نشكر سامي ونشكر اللي كانوا يسمعوا فينا. لكل النشرة هذه وكل أخبارنا تلقاها على موقعنا موزايكا فام بونيت.